ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك ان جوزها اتجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها، تبلغيها انتي. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه؟ مش خايف انقل الكلام اللي انت بتقوله ده لسالم بيه؟ يقوم يقطع عيشك او رقبتك. لو انت صادقه، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريان تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفه. برافو عليك. لايق قوي كمان اصله على ال شاطر. يا ربنا نسوان زبيدة ايه فرحات بس؟ اسألي بدل ما انت قاعدة محتارة كده، على الأقل تلاقي حاجة تشغلك بدل ما انت تبحلقي لي وانا باكل. خلص أكل براحتك وبعدين نتكلم. ما تهيليش عندك صبر لحد ما أخلص أكل. عينيكي كلها أسئلة. عايز أعرف ناوي على إيه يا باسم؟ بعد ما تخلص أكل طبعًا. أكيد هحلي طبعًا. باسم انت فاهم انا اقصد ايه؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله حقيقي كويس، الحمد لله على السلام. الله يسلمك، وايه اخبار ولي العهد؟ الحمد لله كويس. الدكتور طمنك؟ لا انا ما نزلتش، تعبت شويه، كلمته واجلت الميعاد لبكره. خلاص خليكي بقى لغايه لما الاقي جارد تاني. سليمان ما ظهرش في غيابي؟ اصلي بطلبه من ساعه ما رجعت ما بيردش. ايه ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ ومار يعرف منين ان سليمان هو اللي قتل اشرف؟ ده شك في اخلاص لسعادتك واتهام ولا انا بتهيألي؟ وانت ليه خدتها بالشكل ده؟ عشان سعادتك ما شفتش باصص لي ازاي وانت بتسالني السؤال؟ وانت كمان ما شفتش نفسك وانت بتقول لي خبر موته بمنتهى الهدوء كده؟ الله يرحمه يا فندم، مش هيغلى على خلقه. ونعم بالله. مؤمن قوي انت يا سيد. يعني يا فندم بحاول اقلل ذنوبي على قد ما اقدر. وذنوبك دي بقى من ضمنها الخيانه؟ عمري ما خدتش فيها ولا ذنب واحد حتى يا باشا. احسن برضو. انا اصلي ما عنديش غير ذنب واحد بس. بقتل اللي بيخوني. بس ده مش ذنب يا باشا. ده ممكن يتحط لك في ميزان حسناتك انك بتخلص البشريه من الفصيله دي. قولي عملت ايه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيهه المدام؟ ما انا كنت جاي استاذن سعادتك عشان انزل اجيبه بنفسي. بقالي ايدك منه قوي. سعادتك امتني امانه ولازم اكون قدها. وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده اتنين في واحد، غير ان هو جارد سواق مفيش منه. المدام عندها ميعاد بكره مع الدكتور، تنزل معاها تدي له ميعاد يقابلكوا في العياده، بعد ما تتفق معاه تجيبوه معاك وانتوا جايين. امرك يا فندم، عن اذنك. سيد مدام من الطيارة للعيادة ومن العيادة للطيارة، لا تروح لا كده ولا كده. رسالة سعادتك وصلت، ما تقلقش يا باشا. أوامرك هتتنفس بالحرف الواحد. أستأذن سعادتك تبقي جاهزة بكرة قبل ميعاد الطيارة عشان ما نتأخرش. بجد؟ سلم بيه أمرني ننزل معاك بنفسي. عن إذنك. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي هي حنفية الماء اللي في وشك دي ما بتقطعش أبداً. بتعيطي على مين المرة دي؟ بعيط على خيبتي. شفت اللي حصل يا سيد؟ إيه اللي حصل؟ سمعيني الأخبار العظيمة. اهبديني في وشك. بعيط على عجم اللي راح. بتعيطي على راجل ميت بقاله 8 سنين؟ بعيط على خيبتي وعلى مستقبل اللي راح. واطية، وأنا اللي فاكرك بتعيطي على الراجل، أتاريكي بتعيطي على نفسي. أنت بتتريق إيه سيد؟ طبعًا أتريق، ما لفش المراية وأقعد أنوح زيك. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مش أخل ده. هو اللي جاب لها سكة عجمي، هو اللي جاب لها سكة غيره. عيطي يا حبيبتي، عيطي. عايز اعرف ناوي على ايه يا باسم؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده.
تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. هو بابا مش هنا؟ ما انتي عارفة انه مش بينام هنا عشان خاطر وجيه. هو مش في اوضته؟ ما انا افتكرته هنا عشان كده. يمكن خرج. كلميه على الموبايل ده لما كانش قافله. اوكي انا هنزل اشوف تحت في المكتب. شكرا. الو ايوه بابا انت فين؟ قلقتني عليك. ايه في حاجة عندك؟ لا مفيش، انا بس بطمن على حضرتك. لا انا كويس، بس انت قلقتيني. طيب هو سيد معاك؟ لا اشمعنى يعني؟ ازاي بس يا بابا؟ امال حضرتك مشغله عندك ليه؟ الله فيها بس انت ما تفهميني. مفيش يا بابا، انا بس بطمن على حضرتك. انت شايف البلد قلق اليومين دول، وما ينفعش حضرتك تمشي من غير حراسه. ما تخافيش عليا، مفيش حاجه هتحصل. ولو انه احساس جميل قوي اني احس انك بتحبيني وخايفه عليا، اصلها مش عوايدي. طيب ممكن تخلي بالك من نفسك؟ وانت كمان. اوكي تصبح على خير. بني يا حبيبتي. ما تقوليش اني بسنت قلقانة عليك. وايه الغريب في كده؟ لما هو مش غريب. انت مستغرب ليه؟ على فكرة انت وحشتيني. وانت كمان. ايوه بظبط. ايوه انسه بسنت. انت نايم يا سيد؟ لا بجرب السرير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش يا فندم، بقول امورين. وش كده؟ يعني ايه؟ يعني باسم قال لك في وشك انه خارج من السجن عشان ينتقم من ابوكي؟ ايوه يا سيد، وطبعا مش قادره اقول الكلام ده لبابا. هتقولي له ايه؟ انا دفعت 750,000 جنيه لباسم عشان يخرج ينتقم منك؟ فهيقول لك قوي قوي يا حبيبتي. خليه يعدي عليا بكره في المكتب بس، والنبي وصيه ما يتاخرش عشان يخلص عليا بسرعه عندي ميعاد. ممكن تتكلم بطريقة أفضل من كده عشان أقدر أفهم؟